نروح نشوف التقرير ده عن تهنئة مسؤولي المريخ للنادي الأهلي ونرجع في البيت الكبير. الحمد لله طبعا رب العالمين، يعني فضل ربنا علينا سبحانه وتعالى، يعني لازم نفضل نشكر ربنا سبحانه وتعالى الاول. طبعا مجهود اتعمل ثلاث سنين كفاح، متهيألي ثلاث سنين كل الناس كل واحد عارف دوره، ثلاث سنين ناس هؤلاء بلغه شغلنا جنود موجوده عشان خاطر نوصل للحلم ده، عشان نحقق حلم الجمهور. النهارده طبعا انا سعيد جدا باللي انا سمعته من عضو مجلس اداره نادي المريخ، طبعا حاجه تشرف اي حد، اللي هو في تكريم النادي الاهلي على هامش المؤتمر الفني، وهما بيكرموا النادي الاهلي، وفي كلمته قال اللي احنا ما بنكرمش النادي الاهلي، النادي الاهلي ما شرفش الكره المصريه بس، بل النادي الاهلي شرف الكره العربيه والافريقيه. طبعا دي حاجه منتهى الاعتزاز، لما يكون فريق منافس معاك هو اللي بيقول كده، وهو اللي بيتنافس، وهو بيتنافس معاك في نفس البطوله، وبيتمنى لك التوفيق في البطوله كمان. هي دي الرياضه، هي دي الروح الرياضيه، هو ده اللي احنا بنقوله عشان خاطر الرياضه تتقدم لازم يبقى في روح رياضيه. طبعا انا بشكرهم جدا جدا، لفته طيبه منهم، ويشكر عليها اللي هو بيكرمك في مباراه مهمه بالنسبه له. اتمنى ان شاء الله باذن الله، احنا طبعا احنا اتعاملنا معاه بالمثل، لان هي دي اخلاق النادي الاهلي برضو، احنا ردينا الدرع، وطبعا ان شاء الله باذن الله تبقى مباراه هنا. هو شكر على الاستقبال اكيد، واحنا رحبنا بيه لانه في بلده الثاني، طبعا السودان ومصر دي حاجه واحده طول عمرها والتاريخ بيقول كده. ان شاء الله باذن الله لما نروح هناك احنا مطمنين على فرقتنا ومطمنين على بعثتنا. في الاخر هقول هي دي الرياضه، مكسب وخساره، اللي فايز بنقول له مبروك، اللي بيخسر بنقول له هارد لك، بيصلح من نفسه.